السلام عليكم. المقاولات والهندسة المدنية من المجالات المعقدة والمتداخلة. أي غلطة في تحليل أي معلومة على أرض الواقع يساوي خطأ في التنفيذ. السلام عليكم سلطان. الله يمسك بالخير. هلا ابو اسماعيل، كيف حالك؟ طال عمرك. الله يحفظك. اخباركم؟ حياك الله. يا اهلا وسهلا ابو سلطان. نبي بطاقة تعريفية للمهندس ورجل اعمال محمد سلطان الجابر. قلت الاسم الثلاثي. محمد سلطان الجابر، انت ذكرتني بالوالد الله يسلمك. دائما كان الناس يسالوني مش اسمك، يقولوا محمد الجابر، فلو يكون الوالد موجود راسا يقول لي به اسمك محمد سلطان الجابر. قلت نعم يبا، شو اسمي؟ محمد الجابر. قال لي ما عندك ابو؟ ما عندك ابو يعني؟ ها يبا اسف والله. لا والله عندي ابو، الله يخليك لنا. ابو سلطان وين سنه كم؟ انا من مواليد 1956. نبي نتكلم عن ذكرياتك في التعليم والمدرسه، شلون كانت؟ اي ذكريات حلوه كانت. ايام كنا نمشي للمدرسه، إن يعني نطلع من بيوتنا، ويعني إذا كان عندك أخو بيمسك في يدك بتمشوا مع بعض، وإذا ما عندك أخو بتمسك ولد جيرانك وبتمشوا مع بعض. فكنا دائما حريصين أن نكون وإحنا رايحين المدرسة أن يعني نسلك الطريق الصح. تحصيلك الأكاديمي في المدرسة أو في الثانوية كان متفوق التحصيل؟ لا، لم يكن متفوق. في الابتدائية يعني كان متوسط، في الإعدادية كان جيد، في الثانوية كان جيد جدا. والسبب طبعا هو يعني الحياة اللي احنا نشوفها قدامنا، كانت الحياة بسيطة، كان هناك هدف، كان هناك أمل ان الواحد يعني يعدل من أموره في الحياة، عرفت كيف؟ كنا مسؤولين، نحس بالمسؤولية، يعني نشوف بهاتنا كيف يشقون، كيف يتعبون، عرفت كيف؟ كانت الحياة بسيطة ولكن بعد كانت يعني لها معنى كبير. في حالة بسلطان، هل من شروط المهندس أنه من الصغر مثلا يكون متفوق في الدراسة؟ لا ما أعتقد. شوف يعني هي تيجي من الشخص نفسه، من الانتماء أو ميوله. هي ميول. أنا كنت رسام، كنت أحرص دائما، عندي كانت لوحات رسم في المدرسة نفسها، وكان يحرص حتى مدرس الابتدائية، كنت في مدرسة خالد بن وليد، كان المدرس التربية الفنية كان يحرص دائما أن يحطني في زاوية وأني أبتدي أرسم للوحات، حتى لوحاتي علقت في فناء المدرسة في مدرسة خالد بن وليد، لوحات زيتية ولوحات مائية بفضل من الله. ويعني هذه كنت شيء هواية كانت، وكنت دائما يعني عيال الفريج وبنات الفريج يلجؤون لي لعمل اللوحات لهم المدرسية اللي كانوا مفروض يقدمونها كواجب من الطلبة. فكنت أنا أحرص أعمل لهم التصميم. اللوحة كانت تقسم إلى مربعات مع رسمات مع خط عربي، فكنت أحرص دائما أن أعملها. فلذلك كان علي طلب كبير في الفريج، خاصة من البنات. بدون مقابل؟ بدون مقابل. شعار الشركة من صمم لك؟ الحقيقة هذا تصميمي أنا، يعني قبل ما أطلع على أمريكا، وهذا كان كنا أول ما فتحوا المحل في شارع الأصمخ في بداية الستينات، يعني كانوا يدورون على شعار. أنا يعني أتصور أنها كانت في الـ 67 أو في 66 هذه الفترة. فعملت المثلث وعملت الجي تي سي، اللي هي الجي تي سي ترجع للجابر تريدينج كونستراكشن. أن تحصيلك في الثانوية كان متوسط، لكن رحت الهندسة تخصص صعب. في الثانوية كنت مجتهد، يعني في الثانوية حقيقة في لما دخلت، أنا دخلت قسم العلمي طبعا، فكرست نفسي واجتهدت، درست، مو يعني تقول يعني ما اقول لك ذكاء، لكن كنت يعني
مقسم يومي اليوم مقسم بعد ما أرجع من المدرسة شو الواجبات اللي أسويها؟ الرياضة، بعدين أجلس أراجع. الحمد لله يعني أنا من صغري ملتزم بالصلاة، فكنت يعني أحب الصلاة الجماعة، فكنت دائما أحرص أني أنا أصلي في مسجد الفريج. طبعا كانت المساجد بسيطة، خط خطين، وأيامها كانت الأرضيات أول ما تدخل المساجد صبان. طبعا الصبان كانت أساسي في المساجد، لأنها في الأخير حين الآن لما كبرنا عرفنا أن الصبان يخزن المياه لما يلا الطل أو نرش بالماء فيبرد لك الأرض، فيبرد المنطقة. فيعني كان لا بثانوية كنت مجتهد ومنظم في أموري، ومجتهد بحيث أني أنا كنت مخصص وقت أكبر، وقت كان للدراسة والمراجعة. المعلومات اللي عندي تقول أن أبو سلطان في الصغر في عنده مواهب، يعني يصلح بيبان، يصنع طائرات ورقية ويبيعها، يعني مهندس وتاجر في نفس الوقت. والله حقيقة يعني شو أقول لك، مو بس بيبان، كنت مسؤول عن كثير من الأمور. الوالدة الله يرحمها كانت دائما تعتمد على تكنيشن يعني في البيت، هو محمد اللي، وطبعا أخو جابر طبعا يمكن أهل مني في الميكانيكا يعني في تصليح السيارات والأجهزة، بس أنا متميز فيما يخص بالبناء. حتى لما صار عندنا اكستنشن بناء تمديد في البيت بيبنون الجراج للسيارة كذا، كنت أنا أشتغل مع العمال، كنا نخلط وياهم ونشيل وياهم، نضرب الخشب، كانوا يحطون الدنشل ويحطون عليه شو اسمه خشب من صناديق اللي كانوا يبونها أهل الخضرة، يفكونها وكانوا يحطونها، بعدين يحطون عليها الطمي والووتر بروفينج يعني العوازل، ويحطون عليها الطين مع كانوا يخلطونه مع الأوشار، عارف كيف، ويلصونه يقولون يسمونه لوس. فكنت أشتغل معهم طبعا، وكنت أصلح أي شيء يخترب في البيت. الوالدة حتى مثلا باب زريبة الغنم زي ساعات يكسرون البيبان التيوز وكذا ويصير، فتعال يا يبا صلح فسوى. الحمد لله هذه كانت ميزة يعني. وبالنسبة لموضوع الطيارات اللي أنت ذكرتني فيها الآن، الورق، أنا وأخوي جابر كنا يعني متخصصين في هالعملية، نروح نشتري من البراحة الأوراق ونشتري العودان، العودان اللي تستخدم في حق القداوة، هذه ناخذ العود اللي يسوون منه القلم حق الكدو، نكسره ونطلع منه الهيكل للطيارة، ونسوي النشا، نحط النشا في الماء ونسخنه ونرفعه ونعده ونسوي الصمغ. الصمغ مثل الصمغ طبعا. وكنا نعمل الطيارات صواريخ، كان في جزء منها صاروخ، منها طيارة عادية بكراكيش وإلى آخره، وبعدين ننزلها في الفريج، والشباب طبعا ما شاء الله كانوا يستمتعون فيه، وكنا احنا نستمتع طبعا، مش قضية بس فلوس، كنا نستمتع بما احنا نسويه بكل أمانة. مرحلة الابتعاث الحكومي ودراستك في أحد الجامعات العريقة في أمريكا، هل كانت فعلا منعطف في حياتك؟ لما رحت أمريكا حقيقة التحقت بولاية أوريغون في مدينة اسمها كورواليس اللي هي جامعة أوريغون ستيت يونيفرسيتي، وما كان عندهم أركتكتشرال إنجينيرينج، كان عندهم سيفل إنجينيرينج وستركتشرال إنجينيرينج، وكان عندهم أركتكتشرال ديزاين، وما كان أن هدفي أن أكون ديزاينر كصرف معماري، لا كنت أبغى أصير معماري مهندس. فالأمر سبحان الله شاءت الظروف أن أنا حبيت أني أستمر في أوريغون ما بين كورواليس وبورتلاند، اللي فيه طبعا بورتلاند فيها جامعة بورتلاند ستيت يونيفرسيتي اللي أنا تخرجت منها،
والحمد لله كان 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 ابتعاث دولة قطر لأمريكا كان مركز على ذيك في ذيك السنة، أنا أتكلم عن 74-75، كان مركز على أوريغون بورتلاند. فكان ما شاء الله الجالية القطرية الشباب كانوا كثير، يعني عدد كبير جدا، وسبحان الله معظم الشباب اللي في السنوات هذه اللي احنا التحقنا فيه في استلموا مناصب عالية جدا في الدولة. طبعا التحقت بعدها في كأي تيبيكال، يعني كل الطلبة اللي مبتعثين كانوا ينضمون، وكان هذا السيستم اللي موجود عندنا الأنظمة كان دائما ان الشباب اللي يتخرجون ينضمون للدولة. الدولة كانت فيها مس الحاجة لأبنائها، وموضوع سياسة التغطية إلى الآن يعني الحمد لله الدولة قائمة فيها. فانضميت أنا إلى وزارة الأشغال العامة أول ما تخرجت منها. طبعا لما أتكلم عن أوريغون وبورتلاند، لما قلت لك إن أنا حبيت أني أجلس فيها، ما يعني كان عندي الخيار أن أنا أطلع على كولورادو بولدر، لأنه كان فيها الأكتاكشرال إنجينيرينج اللي هو الهندسة المعمارية، ولكن حبي للمجتمع القطري اللي موجود كان مسكني وما قدرت أغير، ولذلك أخذت الهندسة المدنية من الأخوان اللي كانوا موجودين. يعني اليوم الحمد لله يعني أخذوا قيادة في 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 المجال المؤسسات القطرية، منهم الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد، علي بن جاسم، الأخ الشيخ حسن بن سلطان بن حسن، عرفت، حسن الغانم اللي صار وزير عدل، عيسى القانم اللي مسك كان في قطر بتروليوم وكذلك مسك كهرباء، يعني عدد هائل من الأخوان اللي يعني أحب أن أذكرهم. كان يعني صديقي، وكنت أنا ساكن حتى مع يعني أخوي محمد بن جاسم بن فهد الله يرحمه، هذا من يعني الناس اللي أنا أعزهم كثير يعني، و الله يرحمه لن أنساه، الله يجمعنا فيه في الفردوس الأعلى. في الأخ حسن بن علي، الأخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد، هذا كلهم شباب يعني عشنا مع بعض في أوريغون، ولذلك سبحان الله يعني كانت أوريغون هي الجامعة لكل شباب، معظم شباب قطر اللي كثير استلموا كثير من المناصب المهمة فيه. وما طولت أكثر من سنتين حتى طلب مني الالتحاق بالقوات المسلحة، فالحقت كمنتدب لفترة كذلك يمكن في فترة سنتين، ومن ثم طلب مني الالتحاق يعني كوظيفة دائمة. والحمد لله يعني من ذيك الفترة من استلامي ووظيفتي في القوات المسلحة، كان المطلوب مني أن أنا أشرف كمدير مشاريع على مشاريع استراتيجية، وهي اللي حقيقة يعني أضافت لخبرتي ولشخصيتي أشياء كثيرة، اللي هي الفترة اللي قضيتها في القوات المسلحة. بالسلطان، أنت من عائلة تجارية، لكن البداية بداية العائلة ما كانت بالشكل المأمول، خبرنا عن تجربتك ودخولك لشركة الوالد. حقيقة الوالد دخل في مجال أقدر أقول الفن، لأنه فتح دو حفون في قطر، كان ذيك الأيام محلين في سوق واقف معروفين، يعني سوق في سوق واقف دو حفون وقطر فون. الوالد كان معاه شريك عبد الله نوح الله يرحمه ويغفر له المطوع، وأخونا الكبير طبعا عبد الرحمن المفتاح كان عنده قطر فون، وكان في سوق واقف وين البنك العثماني طبعا القديم اللي هو موجود في الأرشيف حاليا، هذا الواجهة. وكان الوالد عنده بابين، وكنت أنا أتردد عليه يعني من صغري، وأنا دائما مرافق الوالد في 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 يعني أيام في حياته اللي خارج العمل، لما حتى كان لما يكون عندنا إجازات كنا نروح نطلع معه في وظيفته الحكومية. كان الوالد مأمور الجوازات، طبعا الوالد اشتغل في زكريت كمأمور جوازات، في مساعيد، في مطار الدوحة، في بعد في الأخير
كانت إدارة منفصلة عن الداخلية، أنا أتصور إدارة الهجرة والجوازات. فعموما كان طبعا فتح شركة اللي هي دو عفون، والحمد لله يعني ما استمروا. الحمد لله. بالنسبة لي أنا يعني أنا ضد الفن، ولكن ما كان نشاط يعني أنا شايفه أن يعني يليق، لأن بهاتنا اشتغلوا في تجارة مختلفة، في تجارة القماش، في تجارة اللؤلؤ، في تجارة المواد البناء، حتى يعني الله يرحمهم أجدادنا كان عندهم عمارات اللي فيها الودج وفيها فيها المتوت، ويبيعون فيها الأحبال يعني الخشب اللي يستخدم في بناء السفن، يعني هذا اللي أنا أتذكر يعني شلون الأمور مشت. ولكن خسروا في 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 هذا المجال، لأن كان هناك تغير في التكنولوجيا، نقدر نقول كان المحل بدأ في فترة اللي كانت الناس تستمع إلى الغنوات، كان أسطوانة كانوا يصنعونها حتى في الهند وباكستان، يسجلونها في قطر، يجيبونها المطربين من الخليج ويجمعونهم ويسجلونهم، ومن ثم يطرشون المين تيب أنا أعتقد أو هذا، ويعملوا منه أوردرات، يجيبون منها أسطوانات. الفترة اللي الوالد جاب فيها أكبر صفقة أسطوانات نزل الكاسيت. فطبعا وصلت الأسطوانات والكاسيت أوريدي اجتاح السوق، فطبعا دخلوا في خسارة، ولله الحمد تسكر المحل في بداية في نهاية الستينات، يعني تقدر تقول في السكستي سيفن I would say، بدأ الوالد محل مؤسسة الجابر للتجارة والمقاولات. كان يدير المؤسسة أو المحل حقيقة مدير من الجنسية الآسيوية، فالوالد ناصر الرئيس ما يعني ارتاح للإدارة وهذا، فطلب التخارج والوالد أخذ مكانه، فظل فأصبح الوالد يملك النصيب الأكبر في المؤسسة. وبعد فترة زمنية كان على فكرة كان رأس المال الشركة 300,000، وكان فاسيلتي اللي يأخذونها من بنك الدوحة حقيقة بنك الدوحة 50,000 ريال، هذا اللي هو الفاسيلتي اللي كانت عندهم، وكان رأس المال 300,000 ذيك الأيام يعتبر مبلغ مش صغير. وشنو الضمان كان بناء على ايش الضمان يعطونك البنك؟ والله ما كانت هناك ضمانات، اكيد ياخذون عليهم ضمانات في عينيه، ممكن تكون البضاعه اللي موجوده عندهم او شيء، بس انه ما كانت، كانت الامور سهله يعني، ما كانت البلد في انفتاح ويرغبون ان يعني ان هذه ان تتطور التجاره والمقاولات وهذه النشاطات التجاريه. فعموما بعد فتره حقيقه اخوي يابر كان هو اللي كان يراجع المحل، وهو اللي يدقق الحسابات في اخر النهار، وهو اللي يروح يودع المبالغ المبيعات للمحل في البنك، فكان يجيهم اخر المغرب ويشوف. واللي كان يداومون في المحل كان الوالد والله يرحمه عبد الله نوح المطوع، الله يرحمه ويغفر له. بس انا لما تخرجت طبعا قبل التخرج انا كنت اتردد دائما في الصيف على المحل، واهتم بامور المحل، كنت دائما اعطيهم يعني توجيهات، عرفت كيف كان عندنا كذلك عمال اثنين من الجنسيه الاسيويه اللي يديرون المكان. بدايه مشوار ابو سلطان في التجاره، انا دخل في شركه الوالد، لكن بعد مرحله التخرج من امريكا ايش اللي صار معك؟ هل تميت بالشركه كل وقتك هناك؟ هل التحقت بجهه حكوميه؟ أول ما رجعت من بعد التخرج، الوالد رأساً في المحل اللي كان في شارع الأصمخ، اللي هي أصبحت المؤسسة حولناها إلى شركة طبعاً، وفي الله يرحمه توفى الأخ عبد الله قاسم نوح المطوع والله يرحمه، وكانت الشركة خسرانة. فلما جيت أنا رأساً الوالد قال يبا هذا مكانك، وخ يعني عطاني كرسي في كان المحل من طابقين تحت المواد البناء شورومز، واللي فوق كان مكتبه، ان شاء الله بفرجيك على بعض الصور اللي هي. كم عمرك وقتها؟ والله انت نص العشرين؟
في العشرينات طبعا. انا يعني خريج الحسبة عندك الان يعني في العشرينات يعني 27 26 28. فالوالد الله يرحمه اول ما يعني جيت متخرج قال لي با هذه شركه واستلم امورها، هذا كرسيك. حقيقه لما طلعت على الشركه كانت الشركه يعني خسرانه جدا، يعني ما كان 300 الف راس مال، كان يعني عملنا عليها حصر يمكن ما فيها حتى 80 الف ريال، لان كانت هناك بضائع كثيره اكسبايرد موجوده في المخزن ما انباعت، وما كانت الاداره يعني تتابع الامور بالوجه الصحيح بحيث انها تخرج الاشياء وتجدد والى اخره. عموما فكان هناك نصيب للمرحوم وللورثه يعني الايتام، وهو كانت علاقه عبد الله اخ عزيز للوالد، يعني كانوا اخوان بمعنى الكلمه يعني ما كان. فلذلك انا حرصت حقيقه اول ما جيت اني انا اجتهد في مجال الشركه، وقررنا بعد التشاور مع الاخوان المرحوم ان احنا يعني نعطيهم رأس، قررنا نعطيهم نصيبهم في الشركه، فكيف نعطيهم خساره؟ فحقيقه اشتغلت بجهد والحمد لله كوننا يعني مدخول على يكفي لتسديد علق الرأس المال اللي دفعه، وسلمناه للمرحوم نوح قاسم المطوع أبو إبراهيم الله يرحم نوح يغفر له. فهذه كانت طبعا بداية أن تحولت الشركة ملك كامل باسم، كانت الشركة باسم جابر أخوي. فطبعا هنا أنا رأسا تشاورت مع الوالد فحولت الشركة إلى المؤسسة إلى شركة، وأضفت فيها جميع الإخوان والخوات بنصيب هذا. وبعدها كذلك يعني مثل ما تقول رفعنا رأس مالها وساهمنا إحنا الإخوان كل واحد بيكون بما هو متوفر عنده في ذلك الوقت، فأصبحت الأسهم مختلفة في حين أنها توزعت توزيع الارث في البدايه. والحمد لله احنا لازلنا مع يعني مع اخوان مع بعض، والخوات معانا وكل واحد له نصيب. وانا ادرت الشركه حقيقه، والاخ جابر يعني كان الجابر انا فنيا وماليا والاخ جابر اداريا، والحمد لله لازلنا يعني واجبنا الان ان نسلم الامانه هذه للاجيال القادمه، وان شاء الله نكون ننجح في ذلك بإذن الله. متى كانت أول صفقة لك اللي من بعدها فعلا كونت رأس مال وتوسعت؟ هي الحقيقة من البداية أنا يعني من جيت في الثلاثة، من بداية 83 من استلم قبل استلم الأخ زياد، أنا أوردي كنت أعمل بروموشن أني أخذت بعض المشاريع البناء على عاتقي. كان عندي فورمان آسيوي اللي كان يتابع لي المواضيع هذه، وكنت لذلك كنت انا يعني فول تايم اتندنس، اداوم الصبح واجي المساء اتابع الامور هذه. فاخذنا حقيقه كانت عماره لولد العم خليفه بن احمد الجابر، ولد عمي كان عنده عماره في منطقه المريخ. فهذه اول مشروع احنا وقعناه كان مليونين ريال وقعته. وثاني مشروع حقيقة بعد كذلك أخذته من أخوي الشيخ عبد الله بن غانم بن علي آل ثاني، كان عنده مجمع فلل، فحقيقة أخذت منه جزء أن أنا أبنيهم له. وهذه كانت أول المشاريع اللي أنا أخذتها.
لكن المشروع اللي غير نوعية وعطانا الدفعة القوية هو مشروع أخذناه احنا مد خط أنابيب، مو احنا أخذناه، أخذت شركة أجنبية كنا احنا وكلاء. بعد ما أنا خلص من أو حلت إلى قوة الاحتياط وتفرغت لشركة الجابر، فعملت برموشن للشركة وأمنت هذا المشروع للشركة الأجنبية بالاتفاق على أساس أن احنا نشتغل معهم كمقاول بالباطن. والحمد لله من هذا من عمولة التمثيل ومن الأعمال الباطنية اللي عملناها لهذا المشروع اللي كان بقيمة 294 مليون ريال، تكونت شركة هندسة الجابر اللي من ضمنها من هذا المشروع قمنا بشراء من المعدات واللي هي كانت عنصر رئيسي في تطوير الشركة ونموها الكبير. البنية التحتية والنهضة التنموية والمشاريع اللي تشهدها بلادنا متواصلة، وإنجازات شخصية اليوم في المقاولات والهندسة أيضاً مستمرة في الجزء الثاني من قصة نجاح. انتظرونا.